ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد 2020، فيديوهات كتير ان شاء الله، يوتيوب كتير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، مايك في مكان جديد، لابتوب على طول، القعده هتتكرر كتير، ممكن الباك جراوند تختلف الفتره الجايه ان شاء الله، بظبط حاجه كده. اي حد يعرف اي حد فنون جميله، حد بيرسم يعني ممكن يكلموني عشان عايز اعمل حاجه كده. ونور جديد، اديتنج جديد، 4K فيديوز عشان قدرنا نجيب بي سي اللي يقدر يعمل مونتاج الحاجات دي كلها. فاول فيديو في 2020 وهو ازاي تعمل اديت للو لايت فوتوغرافي، او الصور متصورة في اضاءة ليلية شوية، او بمعنى دارج اكتر how to edit like Brandon Wolfel. طيب بالنسبة بقى للفيديو، الفيديو هو عن editing صور اللي بتصور بالليل في بالبورتري فوتوغرافي. انا as a portrait photographer يعني بصور صور بالليل وصبح كتير، مؤخرا بقيت بصور حاجات بالليل. في شوت اتصور من فترة كبيرة كان بتاع جودات اللي هي ملكة جمال هولندا، في شوت لسه متصور مؤخرا بتاع ياسمين. شوت ياسمين كان الوان شوية مختلفة وفي نيون لايتس كده دخلت زيادة. ان شاء الله في فيديو هبقول لكم ازاي نعمل النيون لايتس دي، او ايه الطريقة اللي ممكن تفكر فيها ان انت تحط حاجة زيادة في الصورة، يعني تبقى موضوع حاجة زيادة في الصورة. يعني هي الصورة، يعني صورة النهاردة دي احنا مصورينها بشكل معين، هنغير ادت فيها، مش هنضيف حاجة من برة، ولكن صور ياسمين دي تم اضافة اشياء من برة، يعني حاجات انوار من برة وحاجات تانية من برة. فنبدأ مع اول فيديو ادت ويا رب يعجب الناس كلها. الصورة قدامنا مفتوحة في لايت روم. اول حاجة لازم نعملها ان احنا نخلي الصورة لونها ازرق، يعني الصورة لازم تكون مزرقة لان هي دي الالوان اللي بنلعب عليها، الازرق والبينك، يعني اي حاجة نحاول نخليها يا ازرق يا بينك. فالتمبريتشر طبعا هنقلله، ممكن نخليه يعني كده كويس. في حاجة عايز اقولها، الصور دي في الاول بتحس ان هي الصورة مش يعني لا مش دي، عادي 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 جدا، ولا يهمك وكمل ودوس وما يهمكش خالص. فهنبدأ اول حاجة بالاكسبوجر، لا التنت الاول نخليه، والله التنت ده كده كويس يعني ماشي، سيبه 14 حلو. الاكسبوجر طبعا نعليه شويه حلوين تن تن تن. وبعد كده نروح نازلين تحت بص بقى، يعني بعد كده بقى في نقطه هتحصل، نروح نازلين تحت خالص، يعني سيبك بقى من فوق دلوقتي، هنرجع له تاني. ونيجي لحاجه اسمها الكاميرا كاليبريشن، هتلاقي عندك في اللايت روم، معرفش في لايت روم قديم هتكون موجوده ولا لا، بس كانت موجوده عندي في لايت روم كنت بستخدمه قبل كده، اللي هو لايت روم 2013 و2014، فده كانت موجوده، معرفش بقى ما قبل هذا موجوده ولا لا، بس انا اظن هي موجوده على طول. يعني كاميرا كاليبريشن نيجي في البلوز اللي هي البلو برايمري دي، ونتن تن 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 نخليها بهذا الشكل، عادي عادي الصوره محمره شويه عادي ما يهمكش. الجرين ده بص، الجرين ده اللي هو بيقلل الاحمرار شويه فيخليه مدي على الاورانج، يعني على برتقانيات شويه، بحيث ان هو ما يخليش الصوره محمره قوي، فده ممكن اقلل عشان يبقى السكين تون بتاعها برده طبيعي، ما يكونش يعني كرتون شويه في الموضوع. والريد بقى برايمري ممكن نخليه محمر سنه كده، يعني مثلا كده. والساتوريشن برضه نقلله شويه، يعني بص الساتوريشن لو عليناه هتلاقي الموضوع قلب مش حقيقي خالص، فاحنا ممكن نقلله شويه نخليه مثلا يعني كده كويس. وبعد كده نرجع بقى لمرجعنا تاني اللي هو في الاول خالص، اللي هو التصوير بقى اللي احنا يعني الحاجات العاديه. احنا كده خلصنا الكاميرا كاليبريشن، نطلع بقى فوق. الاكسبوجر هيكون عالي، الكونترست ممكن ندي شويه كونترست حلوين عشان ندي برضو بعد للصوره. الهايلايتس غالبا بنعليها شويه عشان يعني نشوف الصوره منوره، ولكن في مثل هذه الصور بنقللها لان احنا مصورين بالليل، فلما علينا الاكسبوجر الدنيا نورت، فلازم نقلل الهايلايتس شويه عشان بص عشان تقدر تشوف الديتيلز، عشان تبقى الدنيا باينه، ابقى شايف الديتيلز، ما يكونش كده كده انا شايف الصوره محروقه. الهايلايتس بتعرف اوقات معينه، لكن في الصور دي غالبا الهايلايتس بنقللها. وبنيجي طبعا عند النجم الكبير الشادوز، وهو ده بي تن تن تن. الشادوز بقى تعلى كتير بقى لان انت المفروض عايز تشوف، بس طبعا ما تعلاش لدرجه ان انت تبقى مخلي الصوره بهتانه يعني، ولكن تعلى بقدر معقول يعني، ممكن نخليها كده. طبعا الارقام دي مش ثابته، يعني الارقام دي في نفس الشوت ما كانتش ثابته، مش كل صوره في الشوت ده اتعمل نفس الايديت بنفس الارقام، لا يعني بتختلف بقى لان بتختلف الاضاءات، بتختلف السيتنج بتاعت الكاميرا، مش ثابته، زائد طبعا مش ثابت المكان ومش ثابته الموديل ولا شكلها ولا يعني انا مستخدم هنا نظاره اهي،
النضاره مستخدمها دي دي مش ثابته عند الناس كلها، في حاجات كتير مش ثابته، فانت حاول تاخد الارقام المناسبه ليك، ولكن الايديت بيمشي بالشكل ده. فممكن عندنا مثلا تكون 10 عندك انت تكون 2 او عندك تكون 100، يعني على حسب الصوره متصوره ازاي بالسيتنج ازاي. الموضوع مش كوبي بيست، يعني مش تاخد الارقام دي تحطها على اي صوره تطلع نفس الناتج، لا. تمام، نيجي للوايتس. الوايتس بقى ممكن نعليها شويه عشان عايزين الصوره تبقى منوره كده بدل ما تبقى بهتانه، فممكن ننورها شويه. بلاكس نعليها سنه، الكلاريتي ممكن نعليها سنه برضه عشان تدي بعد كده بالصوره وحركات، يعني تبقى مديها سنه حاجه كده بالصوره. الديهيز ده بقى معتمد جدا طبعا على صوره انت مصورها، سواء اوفر اكسبوزد او اندر اكسبوزد، بس يعني ممكن نخليها عندنا كده. يعني الساتوريشن هنقلله طبعا عشان ما تكونش الصوره دي. الفايبرنس ده على حسب، انا في اوقات بحب اعلي الفايبرنس وفي اوقات ما بحبش اعلي، يعني على حسب. بس هنا ممكن نعليه شويه، ممكن ماشي نخليه كده كويس. الاكسبوجر ممكن نعليه شويه عشان حاسس الصوره مضلمه، ما اعرفش ده ترى اللابتوب ولا لا، بس يعني انا حاسس الصوره مضلمه، فاهم؟ يا رب يكون الحقيقه كده، لان اللابتوب ده انا ما بعملش ايديت عليه يعني. فالالوان في الله اعلم هي، هل هذا يعني اللي انا شايفه قدامي ده كويس، بس يا ترى ده اللي هيطلع بقى في الاخر، الله اعلم، هنشوف. التون كيرف والله ممكن يعني نقلل الشادو شويه، نعمل يعني كده شكل لطيف. البلوز لان ده لون مهم في الصوره، فممكن نخلي البلوز نعلي الهايلايتس بتاعتها، يعني نيجي في الاماكن اللي فيها. لا ايوه والله كده حلوه، كده شكلها لطيف جدا. ارجبي تاني. الالوان بقى، وده جزء مهم جدا 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 في الصور دي كلها، ان الاحمر بيروح احمر شويه، البرتقاني بيروح مصفر سنه، عشان اللون بتاع الجلد لو اتعمل كده هتلاقي لون الجلد بقى سانوس، يعني مش حقيقه. فممكن نخليه كده شويه. اليلوز ممكن نخليها برتقاني سنه. الجرين مش موجود في الصوره، يعني اللون الاخضر ده مش، مفيش حاجه اخضر خضره في الصوره، فايش يعني مش هيفرق حاجه. الاكوا ده لون مهم جدا، مش هنخليه ازرق، هنخليه اكوا، يعني هنزود الاكوا بتاعه، هنخليه راح ناحيه الاكوا اكتر، اللي هو راح ناحيه الاخضر يعني. البلوز مش هنخليه بلو، هنخليه برضو رايح ناحيه الاكوا اكتر، بس مش قوي يعني عشان ما يقلبش اخضر بجد يعني. البيربل اللي هو البيربل بقى في الصوره دي، اللي هو النضاره دي نفسها جواها انوار كده، الانوار دي هي اللون البيربل يعني، فاحنا ممكن نخليها يعني كده شويه رايح ناحيه الازرق سنه. الماجنتا ما اظنش ان في حاجه ماجنتا، برضو هي برضو يعني مش عايزين حاجه نروح ناحيه الاحمر في ناحيه النضاره، عشان ما يبقاش لونها نفس لون البنت يعني، فيكون لون شكله مختلف شويه. الساتوريشن عندنا اليلو ده لون جميل جدا، بس يعني مش موجود الاخضر، مش موجود صح، بس يعني اشتم. الاكوا موجود طبعا، فالاكوا ممكن نعليه. البلو موجود طبعا، فممكن نعليه برضو. البيربل موجود، فممكن يعني عليه سنه اول عشان النضاره تبقى باينه اكتر ان هي لون مختلف عن الجسم اللي وراها يعني. البرتقالي ده بقى على حسب انت وذوقك وانت ودماغك، فانا في اوقات صار بعليه واوقات صار بوطيه، بس انا حاسس انه المفروض يقل شويه. الاحمر ممكن يعلى سنه، والله لطيف لطيف يعني. اللومينس يعني اللومينس يعني اضاءه النور، يعني النور ده منور ولا بهتان كده، مش عارف بالعربي يعني ولا ايه، بس يعني بهتان. فاللومينس بتاع الاحمر هنا لو علينا الاحمر هتلاقي الاحمر راح منور خالص او مضلم، اكنه الهايلايت بتاع اللون يعني ده بطريقه هي المفروض اسمها الاضاءه يعني. فالاحمر ممكن نقلله سنه عشان ما يبقاش بس فاقع. البرتقالي ده لون الجسم، يعني ممكن نقلله سنه. اليلو ده مش موجود في الصوره قوي زي ما قلنا، فمش فارقه. الاخضر مش فارقه. الاكوا مش فارقه، لا فارقه طبعا، الاكوا ده مهم جدا، فانت يا اما تخليه داكن يا اما هتخليه منور، فانا اظن هنخليه منور احسن. البلوز برضو منور، تبقى الصوره منوره احسن. البيربل اللي هي الحاجه دي هنا بقى واضحه جدا ان هي النضاره عشان هي بتنور وتطفي، فممكن نقللها عشان تبقى باينه. الماجنتا برضو نعليه سنه، ممكن ما نيجي التمبريتشر شويه نشوف بقى التمبريتشر نظبطها شويه لو عايزين. طبعا تغيير جذري بقى في اي درجه انت بتغير تغيير جذري في الصوره، عشان دي الوان كتير بتتغير، حاجات كتير بتتغير، ممكن نعملها كده. والله كده شكلها لطيف جدا. بس كده
ده بكل بساطة ازاي توصل للتون بتاع براندون. كان اول فيديو اديتنج، سيب لي رايك في الكومنتس تحت، عايزني اعمل ايه تاني، عايزني ابدا اتكلم في ايه، قول اي حاجه. دي سنه اليوتيوب، دي السنه اللي هنشتغل فيها كتير جدا، فيديوز كتير جدا. ستاي تيوند، كل حاجه جايه هتكون مختلفه جدا 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 جدا. سيب لي رايك في الكومنت تحت، شير الفيديو على يوتيوب هتلاقيه موجود، خد اللينك حطه على الفيسبوك عندك، حطه على الانستجرام عندك، قول الناس كلها ادخلوا. في فوتوغرافر قرر ان هو هيدخل على يوتيوب بقوة جدا. سلام.